فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في وليمة العرس يدعون الناس إليها، ولكن من يذهب إلى هذه الوليمة فإنه يجب عليه أن يعطي مبلغا من المال للزوج، فهل يجوز هذا الأمر؟ إجباري ما يجوز، كان إجباري هو ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لي أن أتخلف عن حضور هذه الوليمة إذا كان الأمر إجباريا؟ إجباريا؟ نعم، يعني دفع المال. دفع المال؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.